اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومريم في بلاد الامريكان. النهارده انا هعمل حلقتين، حلقه ليه اختار ترامب وليه اختار كاميلا. حلقه ترامب بالنسبه لي هتكون سهله لان انا مقتنعه برايي، فانا مقتنعه بالحاجات اللي انا هقولها، انما حلقه كاميلا دي حلقه اللي عايزه لها شويه تحضير، فممكن هنبقى نعملها انا وهاني مع بعض. انا من وجهه نظري ليه نختار ترامب، انا اللي خلاني اعمل الحلقه دي النهارده كان في حد بيسال على الفيسبوك انتوا هترشحوا مين، يعني ده ولا ده. احنا كمهاجرين عندنا الحق في الانتخاب رئيس الجمهوريه من اول ما بيتم 18 سنه، لازم تروح تعمل ريجستر في الفوت عشان تنتخب. محدش يقول صوتي مش بيفرق، لا كل الاصوات هنا بتفرق، ولازم نعود كمان عيالنا على التصويت. دي اهميه التصويت هنا في امريكا، لازم نعمل يعني قبل ما نتكلم عن اي حاجه لازم نبقى نعرفهم في ده، واحنا كجاليه عربيه لازم يكون لينا دور في ده، ان احنا يكون لينا صوتنا يكون مؤثر. ما حدش يعني احنا عددنا كبير، احنا جاليه كبيره مش جاليه قليله، لازم يكون لينا صوت مؤثر. طيب انا كوموريين هروح انتخب ترامب ليه، او ان انا شايفه ترامب كويس ليه. انا هتكلم على كام حاجه كده انا شايفاها في ترامب. اولا احنا هقول لكم على حاجه، احنا جربنا الاثنين، انا قلتها في الحلقه اللي فاتت، احنا جربنا الاثنين، سواء كامل احنا جربناها كرئيس كنائب رئيس، ومحدش يقول ما لهاش صلاحيات، هما الاثنين لهم صلاحيات. خلي بالكم يا جماعه، الرئيس جو بايدن كان يعني هي اللي بتحكم، لان هو احنا ما شفناهوش احنا ما شفناهوش خالص طول الفتره 3 سنين ونص او الاربع سنين اللي احنا معديين فيهم دلوقتي. طيب الحاجة ابو حنان برضو احنا شفنا الاربع سنين بتوعه وشفنا الدنيا عاملة ازاي. فاحنا لما النهاردة هنيجي نحكم، احنا الاتنين دول احنا شفناهم قبل كده، يعني مفيش واحد فيهم ما جربش نفسه في المنصب او في الرئاسة، والاتنين كان ليهم اعمال يعني كانت كاملة ليها اكتر من عمل سياسي عن ترامب. ترامب كان هو رئيس بس ما عندوش اي اعمال سياسية، او يعني زي ان هو يكون سند كونجرس، لا ما كانش كده، هو كان على طول بقى رئيس جمهوريه، ما كانش فايس بريزيدنت مثلا وبقى لا، يعني كخبره في الرئاسه هي جت ساعه الرئاسه بس. بعض المحللين هنا في امريكا بيقول لك ان السياسه قبل ترامب حاجه والسياسه بعد ترامب حاجه تانية، لان هو انسان بيتكلم بالعفويه، ف ما فيش في بروتوكول معين للكلام او الكلام. انا هختارت ليه اصوت لترامب. بالنسبه للمهاجر، انا جيت عشت في امريكا تقريبا زي ما عشت في مصر النهارده، انا نفس يعني انا 17 سنه هنا في امريكا، وانا كنت 23 سنه انا سبت مصر، احنا في فرق لسه 5 سنين ما بينهم، يعني قبل ما يخلص الرئيس الجديد ده الموضوع هيكون بالظبط انا نفس عمري، نفس عمري هنا اللي عشته في مصر، نفس عمري اللي عشته هنا في امريكا. هختار ترامب. من اول حاجه، انا كحد جاي من خلفيه عربيه، خلفيه دينيه، خلفيه خلفيه خلفيه، اول حاجه هبص ليها انا جايه عشان مستوى حياه في التعليم افضل لولادي. انا مش جايه لنفسي، انا جايه ان انا اقعد هنا في امريكا عشان خاطر ولادي. فانا هبص على اول حاجه ان انا هيكون التعليم انظمه هنا. طبعا احنا عارفين وانا قلتها برضو في الحلقه بتاعت المناظره، التعليم هنا هيبقى اول حاجه الجمهوريين بيعمل عايزين ايه والديمقراطيين عايزين يعملوا ايه. هو ده مش بتختار رئيس، انت بتختار حزب، انت بتختار حزب. فانا بالنسبه لي الحزب الجمهوري هيكون احسن او اقل وطئا من الحزب الديمقراطي. الديمقراطي حزب منفتح، مش هيبقى محتاج المثليه الجنسيه ومش المثليه الجنسيه والكلام ده. ده اهم حاجه عندي في التعليم، ده اول حاجه. تاني حاجه، عشان ده السؤال ده حد بيتقال ان هو هيقفل الهجره او هيمنع الناس تخش امريكا. طب نتكلم بالعقل، انتوا عاجبكم اللي بيحصل على الحدود؟ انتوا عاجبكم النهارده احنا كمجتمع عربي اللي حوالينا جاي؟ انا والله العظيم من شهرين او ثلاثه قبل ما انزل مصر انا كنت في مكان ما، المكان ده انا كنت بروحه كتير بس بقالي فتره ما بروحوش. فانا رحت المكان ما ده، انا الوجوه كلها جديده، الوجوه وانا واحده فيموس يعني او فاميليار مع الناس او كوميونيكيتد مع الناس قوي، الناس دي انا اول مره اشوفها. فانا بسال دول مين؟ ده فلان قريب فلان جاي عن طريق المكسيك، ده علان قريب ترتانه جاي من على المكسيك، ده فلان جاي من
بقيت واقفه ابص دول جايين من المكسيك، كل دول جايين من المكسيك، امال مين اللي قاعد لسه في مصر؟ ده سؤال انا قلته، قلت له لما دول كلهم جايين من المكسيك، امال مين اللي قاعد في مصر لسه؟ ودول كلهم جايين دافعين قد ايه عشان يجي؟ فهو عايز يجي يشتغل ده ومحوش ورق، فهيجي يشتغل بايه؟ بالكاش، ويروح يقول اقدم على مساعدات الفوت ستامب والميديكير، وانت يا اللي بتشتغل بشيكات ما عندكش ده، انتوا زعلانين ليه؟ ان هو عايز يرجع الناس بلادهم او يقفل الهجره، ده بالعكس ده مش حاجه ما تزعلش، ده اي رئيس دوله من حقه انه يقفل حدوده ويحميها ويقننها، مش اي حد ان يقدر يخش الحدود عندنا، انت مش عارف اصله ولا فصله، هو واحد مش داخل بورق، كل اللي داخلين الحدود دول مش داخلين معاهمش ورق، وانت مش عارف اصله وفصله ايه، انا مش بتكلم على الجاليه العربيه بس. انت خلي بالك احنا بنخاف وبنمشي جنب الحيطه، انما زي المكسيكان اللي جايين من هندوراس واللي تحت دول كلهم محوش ورق. يعني انا اللي كان بيشتغل لي في البيت محوش ورق، اللي بيشتغل لي صنايعي من الصنايعي اللي كان بيشتغل لي في البيت مش المره دي المره اللي قبلها ما عندوش ورق. الراجل ده ممكن يعني هو عصبي جدا، بيعمل فايت اكتر من مره، ممسوك في كام قضيه، ده اللي عرفته بعد كده، ان بكل الفلوس اللي هو بيعملها هنا بياخدها يحولها لبلدهم، بيشتري اراضي ومزارع ومليونير في بلدهم، لكن هو هنا ايه ما محلتوش اي حاجه، وولاده واخدين كل حاجه من تبع الحكومه، ادي اللي بيحصل. حتى مش عايش في بيت، يعني هو هنا في امريكا مش عايش في بيت، هو عايش زي البيوت اللي بتتنقل دي، هو مش عايش في بيت، هو بقاله سنين عايشه. وانت كدافع ضرائب، انا واحده من الناس بروح اشتغل، انا بشتغل بار تايم مش فول تايم، انا بشتغل بار تايم، بروح ادفع 40% من الشيك بتاعي ضرائب، ضرائب. انا ما اقدرش اخد تامين صحي من الحكومه، انا عندي تامين صحي من الشركه اللي انا بشتغل فيها، بدفع له فلوس قد كده، انا ما باخدش تامين ببلاش، انا بدفع ضرائب على العربيات، انا بدفع ضريبه عقاريه على البيت، انا ما باخدش مساعده في الحكومه سيكشن ايه عشان اقدر اخد بيت او اخد حاجه تبع الحكومه، لا انا بشتغل وعندي دخلي، ودخلي عشان انا خط الفقر هنا من 40,000، انا ممكن ما بعملش ال 40,000، بعمل اكتر شويه، فببقى بالنسبه لهم مش خط الفقر، فانا ما باخدش اي مساعدات، مع ان انتوا لو جيتوا حسبتوها انا الصافي بتاعي ممكن ما يكملش ال 40,000. ده برضو من الحاجات اللي هنتخاب عليها ترامب. انا بالنسبه لي الحدود دي مشكله وحاجه بتقرقني، وانا مش عارفه، انا عايزكم تشوفوا حواليكم لو يعني انا واحده من الناس مشتركه في يعني الكوميونيتيز اللي حوالينا الحاجات الامريكاني، انا عايزاكم تشوفوا فتره الشهر الاخير ده، الشهر الاخير ده بس، الشهر الاخير ده بس كام حاله اختفاء للعيال اللي ما بين خمسه من يعني من 15 لغايه 25 سنه، الشباب كام حاله اختفاء، كام جثة لقوها الفترة اللي فاتت؟ بيتقال ان معدل الجريمة انخفض في عهد بايدن، انا بصراحة ما شفتوش، انا حاسة ان الدنيا بتسوق، حاسة ان الهوملس الاشارات المرور بتزيد. احنا انا عايز اسألكوا سؤال، انتوا لما جيتوا امريكا كنتوا بتشوفوا هوملس؟ كنتوا بتشوفوا حد واقف في اشارة المرور بيطلب فلوس؟ اظن انا وهاني صورنا اكتر من حلقه عن الحكايه دي واحنا واقفين في الشارع بنتفرج على الناس دي. لا يعني في حاجات كتيره الواحد بيشوفها، لا احنا نختار حزب معين عن حزب اخر، وانا زي ما قلت انا هعمل الحلقتين هنا، وزي ما ليا زي ما عليا، يعني انا مش بقول لك انتخب مين وما تنتخبش مين، يعني النهارده كان زي ما انا قلت من الحاجات اللي انا سمعتها ان ترامب هيلغي التامين الصحي، انا اولا بسمع كل حاجه ان ترامب بيقولها، انا ما شفتوش هيلغي التامين الصحي، بالعكس هو بيتكلم على اسعار الادويه، ان هو عايز يبقى فيه كوفر للادويه، عايز ان يبقى فيه كوفر للاي في اف، وحتى اتمسكت عليه في المناظره لما سالوه انت عايز تعمل دي ولا مش عايز تعملها، هو كان مدي القرار قبلها وانا عملت عليه حلقه ان هو ده من الوعود الانتخابيه بتاعته، فهم جم يزنقوه ليه؟ خلوا بالكم ان ترامب هو بيمثل ان هو كحد ريليجن، او ان هو بيقول ان هو حد ريليجن، او ان الحزب بتاعه ان انا شخصيه بؤمن بالانجيل مثلا، يعني انت رئيس امريكا انت بتحلف على الانجيل. فالمهم هل
في بعض الطوائف المسيحية ما بتقبلش بحكاية الحقن المجهري لأسباب معينة. من ضمن الأسباب دي إن هو لما بياخدوا البويضة ما بياخدوش بويضة واحدة، بياخدوا أكتر وبيلقحوها، فهو بيشوف أنهي الأحسن واحدة بيزرعها والباقي ما بيبقاش محتاجه. فهم بالنسبة لهم ده يعتبر جنين، وإن الجنين ده أنت بتديه المعامل يعني يعملوا عليه تجارب، او الله اعلم الحكايه بتحصل ولا لا يعني، برضه عشان انا اللي انا عارفاه في الحقن المجهري اللي حواليا مروا بيه، بياخدوا مثلا بويضتين وبيزرعوا بويضتين، ده انا عارفاه. لكن هم الطوائف الريليجن قوي او المتدينين قوي بيقولوا ان دي ممكن، ان هو ممكن هو ياخد البويضه من الام بس ممكن ياخد الحيوان من حد مختلف، ده فده حرام. او ممكن ان هو انه يعمل زرع يعني يزرع بويضه واحده والتانيه اللي هو زرعها اللي هو فيها تشوه ما يزرعهاش، فهو يعتبر ان ده طفل وانت رفضت حقه في الحياه. هما بيعتبروها كده. انا مش شخصيه دينيه، انا ما اقدرش افتي بده حرام ولا حلال، دي مش حاجه مش تبعي. فهو لما جه سال ترامب ما اتمسكش من يعني عمل لا اجابه عشان ما يتمسكش عليه، فده بالنسبة له حاجة يعني ايه تتحسب لي مش ضده، لان هو قال انا هتحاول اتواصل مع شركات التأمين ان احنا نغطي العملية دي، لان العملية دي كوستي هنا في امريكا، وان وهو ما اداش الجزم عليها عشان ما يتمسكش من المؤسسات الدينية. دي نقطة. برضو من الحاجات التانية اللي احنا بنتكلم عليها ليها هنختار ترامب، انا هسألكم على سؤال، جالون البنزين ايام ترامب كان بكام؟ انا فاكره انه كان ب 160 ايام ما كان ب 160 180، ده لما كان غالي. النهارده الجالون بكام؟ ده احنا عشان الانتخابات قربت الجالون بقى $3.10 $3.09 و299 اللي احنا بنقول عليه رخيص. انا النهارده مونه امبارح مونه ب 299 وانا بقول ايه ده البنزين رخص، انا بفول على عربيتي امبارح ب $47. لكن ايام الحاج ابو حنان كنت بفول العربيه، انا عربيتي ما بتاخدش البنزين اللي هو ال 87، بتاخد الحاجه 90. فانا وهو ده المفروض ان هو تتعامل ده. فانا طول ما كان الحاجه ابو حنان موجود كنت بمون بالرخيص ده الغالي ده، وكنت بمون العربيه كلها ب $27. انا النهارده من ساعه البنزين ما غلي انا بمون بال الرخيص، وبمون بحاجه ب $50. امبارح بمون ب 47 لان البنزين رخص امبارح. طب ايه حكايه البنزين؟ انا هقول لكم القصه كلها، ان في حقول معموله تقريبا اللي هي في الاسكا، لما انا معلومه مش صح يعني، هي في الاسكا في زي حقول بترول هناك للامريكا، فكان هما بيفتحوها بيستخدموها. دلوقتي هما قالك لا، اول قرار جه عمله بايدن ان هو قفل لك دي، قالك لا ده الاحتياطي انا مش عايز استخدمه عشان اعمل طاقه نظيفه واحنا كلنا لابسين في الحيطه. من الحاجات برضو اللي هنتخب ترامب عليها ان الغلا، احنا في تضخم واحنا داخلين على ركود اقتصادي ما يعلم بلا ربنا. الغلا على كل الدنيا، بس على كل الدنيا من بعد الكورونا، مش من كل الدنيا. احنا ساعة الكورونا ايام ما كانش في اكل ولا مناديل، وانتوا شايفين الحاجات اللي كانت بتبقى مش موجودة في المحلات، مفيش ارتفاع للاسعار زي اللي احنا فيه النهاردة. مفيش ارتفاع للاسعار زي اللي احنا فيه النهارده. انا مواطن ببص على ده، انا ماليش دعوه بقى بحروب ببلاد ماليش، انا ليا باكل عيشي هنا. انا يعني في من الاسئله انا عايزه اعمل عليها معموله على حلقه، حد يقول لي انا بشغل شغلانتين مش قادر اوفر الالتزامات. احنا كلنا هذا الرجل. انا بقالي 14 سنه بشتغل بارت تايم، انا مش فول تايم، انا بارت تايم بس كنت بشتغل ساعات الفول تايم. دلوقتي عشان كاتن اور كريزي ومفيش بيزنس والدنيا خربانه وانت البيرول عندك عاليه وانت عايز تقطع ساعات الناس زي ما كل المحلات كلها بتعملها، مش احنا بس. احنا النهارده بقول لهم انا مش قادره اعيش بالساعات اللي انتوا بتدوهاني، مع اني انا ما بتقصليش كتير، انا بنتكلم في 10 ساعات مثلا، بس السيل 10 ساعات في الاسبوع بكام؟ او 6 ساعات في الاسبوع بكام؟ او على فكره انا ممكن كمان، انا بعمل القصه دي ممكن على 3 4 ساعات، بس ليه؟ انا ده فلوسي وده حقي، انت ليه اصل احنا ما عندناش بتاع. فانت النهارده انت وخلي بالكم كمان مفيش كريت جوب. انا عايزاكم تبصوا على اللي حواليكوا، هل في المحلات كاتبه ناو هايرنج؟ نادرا. ولما بتروح تشتغل الكواليتي بتاعت العامل مش زي الاول.
وعايزاكم تشوفوا كده لو في البقالات او المحلات الجروسري او في المطاعم، هل الكاشيرز او البني ادم النهارده الكواليتي بتاعت العامل النهارده هي نفس الكواليتي بتاعت العامل من 4 سنين؟ لان اغلبيه الناس دي قاعده وبتاخد الانبلمنت وعايشه حياتها. فانت النهارده عشان تعمل هايرنج لاي حد بتقبل باقل كواليتي موجوده عندك. انت كان الاول يعني، انا افتكر الاول لما كان حد يقول انا عايز اشتغل عندكم تعالي شغليني، كان بيبقى ببقى فايت عشان اشغل ده. النهارده بقول لهم ايه، ما تعملوا له ابلكيشنات يا جماعه. يعني كان بيتقال لنا كده زمان، وانا يعني حد من الناس اللي مسؤولين عن التعيينات بيقول لك انا كنت بخش اعمل الابلكيشنات، كان بدل ما يجي لي الابلاي مثلا 5 6 صفحات كل صفحه فيها بقى مثلا 20 30 عامل، انا النهارده عندي صفحه وعندي صفحتين. الناس مش عايزه تشتغل. ليه الناس مش عايزه تشتغل؟ معاه فلوس؟ لما حاش فلوس ليه؟ لا، هي يا اما بتعتمد على مساعدات او لا اما ان هي بتاخد فلوس من الحكومه وقاعده في البيت. فده الحوار كله. ليه برضو انتخب ترامب؟ الـ يعني النيشن وايز بقى، احنا بنتكلم على النيشن، حاجه داخليه في امريكا. انا اوتسايد، يعني اوتسايد امريكا. عايز اسالك كده سؤال، هل انت شفت ال4 سنين اللي قاعد فيه يمكن عنده مشكله؟ راح حارب الصين، جم جابوا لك اجهزه وطوائر وقالوا لك ده طبق طاير ومنطد ومش منطد، استقبلوك حد من الفاتحين مثلا في بعض الدول، ولا كانوا بيستقبلوا ما بيسلموش عليه على السلم؟ قيمة الدولة في رئيسها. فده شخصية كاريزما، ده شخصية بتعمل له 1000 حساب، ده شخصية قادر انه بطرق. الرئيس الوحيد اللي راح قعد مع بتوع كوريا الشمالية، الرئيس الوحيد اللي بيتكلم مع بايدن وراح كأكتر من الحديث راح بيسلم معاه. احنا بينا بينهم حرب باردة، وبينا وبينهم استخبارات، وبينا وبينهم يعني احنا الاعداء بتاعتنا روسيا والصين. فهو الراجل ده ما عندوش مشكلة معاهم، بالعكس ده فرض عقوبات على الصين، قالت له عملت شيبسي ومش شيبسي. انا ماليش دعوة، انا كل منتج انا بشتريه هنا مكتوب ميدن شاينا، كل منتج. هتقولي اي حاجة كده حوالينا ميدن شاينا، كله ميدن شاينا عشان العمالة الرخيصة هناك. طيب هو الراجل ده مش بيفرض عليهم جمارك وبتاعات؟ هو كخ عشان بيعمل كده؟ دي الحاجات الميجر اللي انا بشوف ان انا ممكن انتخب على ترامب. الامان، الحوادث، ده مثلا ما كانوا بيقولوا له انت اللي عملت حادثه الكابيتال، طب انا قلت لك امن، انت ما خلتنيش امن. انا عايز اسالكم سؤال، انتوا شايفين الدنيا فيها امان الايام دي ولا الفتره اللي فاتت؟ حكايه السلاح، يعني انا هقول لكم على حاجه دي بتقرقني بقى في الحزبين. لان هما الاثنين مع الناس تشيل سلاح. النهارده انت عندك الناس بتشيل سلاح، خدي معايا، الناس بتشيل سلاح من غير ترخيص، يعني مش لازم رخصه، مش لازم سن معين، يعني مش لازم سن معين. زي الولد بتاع تكساس اللي عمل شوتنج بتاع المدرسه ده، كان ابوه جايب له المسدس هديه كريسمس وهو عنده 13 سنه. لكن انت عندك عمرك 18 سنه تشرب سجاير الكحول، او 21 سنه ما تشرب الكحول، يعني ما يقدرش يبيع لك الكحول غير لما يكون لك سعر سن، ما يقدرش يبيع لك السجاير الا لما يكون لك سن قانوني. طب بالنسبه للسلاح، دي الحاجه اللي اخدها على الحسبان. خلينا متفقين ان هي مش بالحزب، هو حسب اداره، وان امريكا هم بيقولوا لك ايه، انت هم بيهمونا ان احنا بنختار. يعني ده اللي انا يعني بالمسلسلات، بالموراء الطبيعه، بوراء نظريه المؤامره، بالكلام ده بيقنعوك ان انت بتختار الرئيس. لكن اللي انت بتحسه، لا، انا شايفه وضع مخزي امريكا راحت فيه. انا بقول لكم بجد، اصعب 4 سنين على الواحد ال4 سنين احنا عايشين فيهم. بنعمل فلوس حلوه قوي، بس الفلوس بتتصرف بطريقه غريبه جدا. انا عايز اسالكم سؤال، حد فينا كان الفلوس في ايده زي ما كانت الفلوس في ايده ساعه ترامب؟ انا قلت قبل كده في اغلبيه حلقاتي، اللي ساعه ترامب ما عملش فلوس يبقى ما عملش فلوس. احنا بنعمل فلوس هنا، بس الفلوس ما انت مش حاسه بيها، انت بتصرفها على اكل وشرب الاساسيات، مش بتصرفها على حاجات رفاهيه. احنا كدوله متقدمه، احنا دوله اولى في العالم، مش عشان اكل وشرب، احنا عشان مستوى رفاهيه عالي. فانت النهارده ما عندكش المبادئ الاساسيه للعيش هو الاكل والشرب. فانت النهارده ايه الفرق بينك وبين دوله عالم تاني ولا عالم تالت؟ احنا دوله اولى، ايه المشكله اللي عندنا؟ عندنا مشكله، احنا عندنا مشكله، عندنا سوء اداره. دي مشكله امريكا، سوء اداره.
مين اللي هيكسب فيهم؟ الله اعلم. الانتخابات رايحه فين؟ الله اعلم. امريكا رايحه لفين؟ الله اعلم. القصه كلها في ايه؟ انا كحزب عربي او كلوبي عربي او كجاليه عربيه لازم يبقى ليا صوت، لازم انزل اصوت، لازم ولادي اللي فوق 18 سنه اسجل لهم ليهم حق انتخابي يروحوا يصوتوا. الانتخابات بدأ من دلوقتي على فكره، انت ممكن تبعت البريد. انا ما انصحش بحكايه البريد، لازم احنا كلنا نروح ونروح نصوت في اللجنه نفسها. بيبقوا واقفين على اللجنه الفريق، كل واحد بيوريك الورقه بتاعته، ادي الورقه بتاعتي اختار معلمينها لكم ازاي تعلموا. انا النهارده ببدا الفيديوهات دي ليه؟ دي توعيه، توعيه، مش اي حد يقول لك كلام تصدقه. انا طبعا ده مخصص مفيد على حلقه ترامب، انا قعدت اتكلم على ترامب، هتكلم لغايه بكره. ترامب حبيبي، الحاجه ابو حرام يعني حبيبي يعني. ما تسمعوش لاي حد. الناس بقى تقول لك اصله مش هيجيب العرب، اصله هيرجعنا. انت معاك جنسيه هيرجعك، معاك جرين كارد هيرجعك، انت موفق اوضاعك هيرجعك، انت معمول لك قضيه لجوء هيرجعك. ده قانون يا جماعه، دوله قانون، هي دوله جهجهونات. اسمعوش اي كلام حد بيبقوا عايزين يعملوا بلبله عشان ياخدوا البوينت. والله بيفكروني كده زمان بالزيت والسكر بتاعت الانتخابات اللي بتحصل عندنا في مصر. لا، هي القصه مش كده، هي مش قصه مش كده، هي القصه مش كده. واللي انا لاحظته من بعد البيت الاخيره ان الناس بدات تعلق الصور اللي معاها اللي هو عايزين ينتخبوه. يعني كانت الفتره اللي فاتت انا ما بشوفهاش قوي، او بتشوف نفرين ثلاثه مثلا، وانت عارف بتبقى الدنيا رايحه لفين. لكن انت بتلاقي النهارده حوالينا في البيوت حاطين ترامب وفانس كتير، ازاي بتحط كاميلا ازاي. فانت النهارده بدات تشوف الناس بدات تتكلم. الصمت الانتخابي اللي احنا كنا فيه والناس عصرت ليمون عليها المره اللي فاتت عشان ما تاخدش ترامب وتاخد بايدن، لان ما كانش عاجبهم اسلوب ترامب في الكلام. انت النهارده الناس دي بتضرب مخها كل يوم. انا قالت لي كده بحرف واحد، انا كنت لما بعمل ريموديل للبيت ده كان من سنتين في 2022، حد من الناس الامريكان قال لي، بقول لك يا مريم انت بتعملي كل حاجه في عز الانفليشن، فالاسعار عاليه، ما تستني لغايه 4 سنين، من ال4 سنين دول يعدوا وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه يكون ده مشي. وعلى فكره ده كان مصوت له، اللي كان بيتكلم ده كان مصوت لبايدن عشان ما كانش حابب اسلوب ترامب. الامريكان يا جماعه ما حدش يعرف لهم هم دماغهم بتفكر فين، وما تشوفوش مثلا لا هم بيروحوا لمصلحتهم، بيروحوا لمصلحتهم، بيروحوا لاكل عيشهم. فاكتر حاجه بالنسبه لهم اكل عيشهم، هم عايزين اكل عيشهم، مش عايزين حرب على الصين ماليش فيها، حرب على روسيا ماليش فيها، مساعدات اللي بتروح لاوكرانيا من غير وجه حق عشان البارت من النيتو ده من هو ما لهمش فيها. هم ليهم ان الفلوس دي تخش بلدهم يبقى ليهم حاجه، اقدر اخد كارد لابني، اقدر اخد كارد للبيت، بدل الفايده اللي بقينا 9% النهارده الفايده ولا بدات تنزل ل 5% عشان الانتخابات. بس هيك كام النهارده البيرسونال لون كارد كام؟ الكريدت كارد كارد كام؟ احنا كان في حاجه اسمها سيتي بانك لو انتوا عارفينها كانت دي 15%، النهارده بقت حاجه 20%. اللي كان بيتقال عليه اقل كريدت كارد اسمه ايه الفايده بتاعته. فانت النهارده كل الكريدت كارد بدات، كل الفيس بدات تعلى. الفيس بتاعت الباسبور غلط، الفيس بتاعت تذاكر الطيران غلط، ما هو كل ده بيتقاد اب. يعني انت النهارده عشان تسافر اي حته في العالم انت التذاكر غلط ليه؟ عشان البنزين غلي، عشان كمان ان الحكومه ما عادتش ليها زي مستحقات حاجات كده معينه. حتى كان في مشروع ان انت تكلم الجوفرنر او السنت اللي حواليه يقالوا لك التذكره، في بعض المواقع بدات تعمل كده دلوقتي. الدنيا مش اظرف حاجة في امريكا، الفترة دي فترة صعبة، الفترة دي مش فترة سهلة على اي حد فينا، سواء سيتيزنشيب او من غير سيتيزنشيب، سواء شغال، فترة صعبة. فاللي انا بقوله ان احنا كلنا نتحد ونختار حد يكون كويس. انا النهاردة بقولك انا كبالنسبة لي ممكن اختار ترامب ليه، انا مش بقولك انت اختاره، انا بقولك انا شايفة المميزات دي، ودي على فكرة يعني ممكن تكون واحد على مليون من اللي انا شايفاه. استنوني بقى في حلقه كاملة، بس انا كاملة زي ما انتم عارفين انا مش بنتخبها، بس انا هقول الناس شايفه ايه من وجهه نظرهم هم. لازم اكون درس الحلقه دي كويس علشان اقدر اقوم ابقى معلومتي صح. انا ممكن لو هتكلم على ترامب هتكلم بمشاعر، لان انا عايزه الراجل ده، انا انتخبته مرتين، نجح في مره وسقط في مره، ويمكن المره دي ربنا يوفقه ويكسب بقى، احنا عايزين معجزه عشان يكسب. بس لاجي اقوله لك انت جربت الاثنين،
والاثنين عندهم قاعده انتخابيه، يعني انتوا الاثنين شافوا بعض وشافوا وكانوا قدام بعض مره والثانيه في الانتخابات. يعني ترامب مش الانتخابات مرتين، هو عنده الستيبل بتاعه، عنده البرسنتج بتاعته، نتكلم في 46%، وهم برضو نفس الثانيين 46%. ال 4% بقى اللي تحدد مين الكسبان او ال 5% اللي تحدد مين الكسبان، دول اللي بتلعب عليهم. فده احنا ما تقوليش بقى صوتي مش هيوافق، احنا في ولايات بتقلب، يعني في ولايات من يعني مثلا في ولايات اللي هو كسبها السنه اللي فاتت فيرجينيا دي اللي كسبتها هيلاري بس خسرت الانتخابات. ليه؟ اصوات ترامب اكتر من اصوات بايدن، بس بايدن اللي كسب الانتخابات. ليه؟ ما بيمشوش باعداد الاصوات بكتله، يعني كل ولايه ليها اصوات. مثلا انا ولايتي، انا ولايه ديمقراطيه مش جمهوريه، وما عمرهاش ما بتعملهاش فليب، ما فيش غير السنه اللي قبل اللي فاتت اتعملت لها فليب، والسنه دي معمول لها فليب لان واخده الجوفرنر الجمهوري. فانتوا شايفين اهو، يعني انتخبوا بايدن ديمقراطي وجم في الانتخابات قالوا لا احنا مش هنشتغل ديمقراطي، احنا هنشتغل جمهوري، مع انها ولايه ديمقراطيه صرف. استنونا في حلقه ثانيه جايه كتير من هاني ومرافق بدل امريكا. باي باي.